بتنجان ده هنعمله ازاي؟ في مدرستين، المدرسة الصحية أو الهيلسي إن البتنجان ده يتشوي في الفرن بعد ما نقطعه، والمدرسة اللي فيها طعم والواحد يحس بطعم البتنجان للأمانة إن إحنا نحمره في قلب الزيت. أيوة نكلم الصدق، البتنجان ده لما بيتحمر في الزيت بيبقى له طعم شيلة خالص. الله اللي يضايقك من هنا أهو عينيا. حلو تمام، هناخد البتنجان ده زي ما هو، نقطع بالشكل ده كده، تقطع بطاطس يا عم الشيف. اه طبعا البتنجان ما اتكتبش عليه تقطع شرايح، واولادنا حفظوا شكله من منذ الطفوله يتقطع شرايح، ففكري مره تقطعيه بالشكل ده كده، استفيدي بسواده وجماله. وعلى فكره انا من الناس اللي مش بيحب يقشر البتنجان ولا الخيار، يتغسل كويس. نفس القصة، أنا بعشق البتنجان ده في كل حالاته، دي أغنية دي. آه والله بعشقه في كل حالاته، مسقعة، بابا غنوج، متبل، بالطحينة، مشوي، مكدوس، مربى، مع أطباق المكرونة أرابياتا طلاينة، الحاجات دي كلها. بقطع البتنجانيه ازاي؟ اهو يجي عليها كده، حتى سهل في تقطيعه، السكينه بتنزل عليه تتناغم. شفت البتنجانيه؟ الزيت عندي شديد الحراره، بس انا مش هحمره كده، ده لازم ادلعه قبل ما انزله الزيت. والله العظيم هتسيبي الفراخ وتسيبي التعب والشقة اللي أنا عملته من البداية خالص، والبتنجان ده هتجيبي العيش البلد أبو ردة وتعمليه سندوتشات مع جرجير مع خيار مخلل وبألف هنا وشفا. ناخد البتنجان زي ما هو كده، بننزل عليه بشوية دقيق. الله، شفت بقى الشقاوة؟ هو ده. بننزل عليه بفص توم، شوية ملح، كل ده على البتنجان؟ ايه الدلع ده؟ سنة شبت، كل ده على البتنجان؟ اه بدلعه، يستاهل. الزيت اخباره ايه؟ درجة حرارته عالية جدا. ده كركم، ودي بابريكا، ده كمون، كل ده على البتنجان يا عم الشيف. فلفل اسود، وامسك البتنجان ده بعصرة ليمون اقلبه. مدرسة بقى. شفت البتنجان بيتعمل فيه قبل كده؟ يتبهدل كده؟ هناخده نقلبه كده. بسم الله، ده مش بتنجان ده، ليه ده؟ شفت الحلاوة دي كده؟ اقول لك على معلومة حلوة وجات لي والله لحظة دي حالا، الحاجات والافكار الحلوة دي يا عم زيزو بتيجي في وقتها. عارفه سندوتش الشاورما اللي بتعمليه للاولاد؟ بتحط فيه فراخ او لحمه مع بطاطس او خيار، فكري تحطي البتنجان مع سندوتش الشاورما، ده عميه بالحديد، ده عميه بالمعادن والمغنيسيوم اللي موجود في البتنجان. اي درنيات زي البتنجان زي البصل زي الثوم غني جدا بمضادات الاكسده. هناخد البتنجان نسقطه هنا كده، هو ده هو ده هو ده هو ده. الله، يا سلام، يا بختك يا زيت. مش هيشرب زيت؟ اتحداك، هنشوفه مع بعض دلوقتي. معلقات الدقيق اللي انا حطيتها دي عملت توبنج من الخارج وتغليفه من الخارج تديك الكريسبي وتحافظ على البتنجانيه ما تشربش زيت. دي المدرسه، حمرهم كلهم عشان ده نتغدى بيه، تحط في التلاجه يقعد عندك اسبوع في التلاجه، طلعيه وقت ما تحبي. حلو، خلصنا من البتنجان.
خلوني البتنجان هنا وانا شغال. كفايه عليه كده، شوفوا الحلاوه دي كده. يصفي زيته وهاخده كده هنا ده مهم، سيبيه لما يبرد شويه. حلو الكلام. وعايزك تبقى واقفه في المطبخ زي الشيف المغازي كده، ايدك في كل حاجه، تعملي المحشي، تعملي الاكل اللي بعمله ده، تبقى عارفه ايه اللي يتحط على النار، ايه اللي ابدا احضره اللي هو المزمبلاس، وايه اللي ممكن اشتغل فيه، وايه اللي ممكن اخلص منه، وايه اللي ممكن اقدمه. شفت البتنجان عامل ازاي؟ الله، شويه بتنجان بيتكلموا مصري. هنحطهم هنا كده على ما نشوف هنكمل ايه فيهم. نشتغل في البتنجان بتاعنا ونشيل الخلاط بتاعنا. ببساطه ده البتنجان، نحط عليه شويه شبت صغيرين، شويه بقدونس حلوين، الله، معلقه ثوم صغيره، الثوم الطازه غير الثوم اللي انا حطيته في البدايه، الثوم الطازه بيبقى قوي في قلب السلطه، معلقه فلفل حلوه، قليل من زيت الزيتون، بيدي لمعة، عصرة ليمون يا عم الشيف، الله عليك، تسلم ايدك. ده البتنجان على طريقة الشيف المغازي. معانا طماطمية مبشورة، ونقلب كل ده مع بعضه. نعم يا غالي، انت ناسي بقى، انت مش مركز معايا. ما انا حاطط في البداية ملح فلفل وكمون وتوابل، وحاطط معلقة نشا، فمعلقه النشا التوبنج بتاعنا البتنجان واخد التتبيله، فانا بحط الفليفر والطعم من طماطمايه مبشوره، بقدونس ناعم، عصره ليمون، معلقه زيت، ممكن نحط دبس الرمان، بس انا مش عايز دبس الرمان فيها، عايز استطعم البتنجان، لان دبس الرمان شويه تبقى شخصيته قويه. السلطه دي عشان تاكليها بعيش بلدي الجميل الحلو من عناصره الشارع، من المخبز اللي على الناصيه، لازم ولا بد تجيبي لك ايه 20 50 رغيف. الله، رغرفها ازاي دي يا عم الشيف؟ ده ندلعها اخر دلع. معايا خس بلدي، شفت بقى الغرف هنا لوحه فنيه، وانت بتغرفيه كده ده مطلوب. هو نفس المطبخ، بتنجان من عند الراجل بتاع الخضار، فرخة من على الراجل اللي بتعامل معاه، ولكن المطبخ مختلف على السفرة. لها صينية بطاطس بالفراخ، ولها شوربة شعرية، ولا بتنجان مسقعة. الموضوع مختلف، صورة وطعم لولادنا لضيوفنا. ألف أنا وشيفة للي ياكل. حلقتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة. قدرنا إن إحنا بتكلفة قليلة جداً، بنفس المقادير بنفس الماتيريال، نعمل قيمة غذائية، نعمل أكل مختلف في الشكل وفي اللون وفي الطعم. عملنا مدفونة الشعرية بالدجاج، عملنا البتنجان بالطش على طريقة الشيف المغازي، الشكل والمضمون مختلف، عملنا عصير بيساعد على الهضم، قيمته الغذائية عالية جدا، مفيد للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي في الوقت واحد. الجهاز الهضمي النعناع، الجهاز التنفسي فيتامين سي. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل ما عشت القناة الأولى والفضائية المصرية، وكمان خفة الدم. كلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
بس.